الساعي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم انتم اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا. نسلم عليكم برشا، مرحبا بكم. هذه ستار تايم كالعاده من توا حتى للسبعة نتاع العشية باش نكون معكم. أمي معي يمين ابو غنجة في الاعداد، يحيى في التنسيق، امين في الاخراج، وتحيه كبيره للفريق الديجيتال وبالطبيعه على ذمتكم نوتر باج فيسبوك غاديو يا فهم. تنجموا تتفاعلوا معنا. اليوم ضيوفنا عندهم جديد، عندهم موسيقى جديده، نحكي لكم على الفنان التونسي اكرم ماك باش يكون ضيفنا ساعة ثانية. هي زيدة رجعتنا بجديد القصبة بصوت مريم نوردين، اليوم ضيفتنا الساعة الأولى. وقبل هذا هي فنانة ممثلة كرونيكوز تونسية اختارت انها تبعد على تونس وتمشي تستقر في فرنسا، ذيك علاش حابين نسألوا على حوالها. نحكي لكم على مرام بن عزيزة. انتم تسمعوا في ستار تايم مع أميمة من 5 ل 7 متاع العشية على اي اف ام احلى راديو. مريم بن عزيزة أهلا وسهلا. ألو ستار. بسي شو دي غلطة تقنية من عند المخرج مريم، ما تتفجعش. صبا والله تخي بيان. نسألو على حويلك. عايشك الحمد لله، جي تري تري بيان الحمد لله يا ربي، جي سون فاكونس اي تو ستا بيان الحمد لله. الحمد لله يا ربي. اخترت انك تبعد على تونس وعلى جوج من تونس ومشاكل تونس، واخترت نجم نقولوا تهرب من تونس. والله نهرب بس شويه، ما نهربش منها، بلي عائلتي غاديكا وخدمتي الاخرى غاديكا دونك، وقلبي غاديكا دونك، ليه ما نهربش منها. ما j'ai acquis assez de notoriété, je pense, pendant ces 11 ans. Il est temps d'aller voir ailleurs. L'expérience, je dis, Inch'Allah, je viens de t'halki. Inch'Allah, Rabbi, قلبك في تونس. شو معنى هذه قلبك في تونس؟ معناتها ماما وبابا وخويا. خممت الحب بينا. عائلتي. لا القلب الاخر مازال مش في تونس، اما القلب الصحيح في تونس. ماما وعائلتي الكل واصحابي اللي نحبهم. نفس الكل في تونس، دونك ما نجمش نقول هربت على تونس. القلب يدق في فرنسا؟ القلب يدق بالحب في فرنسا ولا ليه؟ ستادير ما فما حب في فرنسا؟ ليه ما ان شاء الله ربي سهل. انا نقرا في لي كومونتير يقولوا لي مرام زينت، مرام شبيبه وليت. قالوا زينتني الخارج، زينتني الغربه، زينتني افرامو. هو يقولوا الحب يزين راهو يا مرام. والله راحت البال هي اللي تزين، وراحت المخ هي اللي تزين. هاو اللي زين يبدا لالافي في مخه، ويحط راسه على الخدمة نتاعه، ويبعد على القيل والقال والمشاكل والكذب وكل، دونك واحد يرتاح الحمد لله. جو في تري تري بيان، ما غير ما نقول هاوكا ظاهر على الصابر، دونك ما عندي منزل انا يظهر لي. واحنا نفرحوا لك ان شاء الله ديما فرحانه ديما مرتاحه. سيغتو شنو عندك في فرنسا بالضبط مريم؟ فما خدمه غاديك؟ حليت ريستورون؟ وي جي دي كونترا. لا ريستورون اون كور مازال، مازال حتى نشوف حكايه الكورونا وكل شيء، ونتريسيبيتي. Mais j'ai des contrats, برشا حاجات جديدة جاية إن شاء الله بقدر الإله. برشا حاجات جديدة. أنت في تصريح ليك معايا أنا قلت لي ما نخممش إني ننتشر في الوطن العربي، نخمم أكثر في الأوروب. نجموا نشوفوا في فيلم مرام؟ إن شاء الله ربي سهل، إن شاء الله برشا حاجات أباغ الأفلام. أون فيت توا دو نوجور أفيك لي ريزو سوسيو وكل، تو بو تو تخوفي أن بو باغتو يعني سور لي ريزو سوسيو، يعني أن طونك أمباسادريس دو مارك، أن طونك أكتريس، أن طونك موديل، برشا حاجات. إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي خير. إن شاء الله إن شاء الله. شوفناك زيدا في إعادة توزيع الكلمتي حرة لأمال المثلوثي، شاركت مع برشا فنانين. احكي لي كيفاش بديت الفكرة وكيفاش قبلت إنك تكون معاهم. والله أمال ساعة pour commencer c'est une très bonne amie à moi. Mis à part l'artiste qu'on adore et qu'on aime, c'est une très bonne amie à moi, une amie de cœur d'ailleurs. اي فوالا اي ما نجمش تطلب مني حاجه ما نرجحهاش، نرجح عليها يعني. انت ما في جو سوي فريمون اونوري دو فار بارتي دو ليكيب فرانشمون. سيتي بوندون لو كونفينمون، اي ماما لو كونفينمون تاعي عديت شطار في تونس وشطار في فرنسا. دونك فوالا سيتي وقت عملناها، قالت لي الو مريم نعرف نحس عندك شوية راه غني مش ضحك يا اخي كي بعثت لها هكا ميمو فوكال، قالت لي حق تغني. قلت لها كاها مازال كاين اشتيح والغناها علاش ليه؟ نجم نشوفك تغني. باغا اشتيح عملته دونك جو كو جو فيزي بارتي دو بالي ناسيونال دلا دانس، اما الغناية بوكا با الحقيقه هاني نخمم فيها نحكي. نخمم فيها سيريوزمون، نجم نشوفك تعمل فيديو كليب وغنيه وسينجل. تنجم تنجم زيد تنجم.
كيفاش الستيل نتاع الموسيقى اللي يستهوي مريم بن عزيز؟ راب، راب غنيت في النام الغاب. اي هذه شجاعه كبيره. ما عليش مره فيك انا يا اميمه عليش غني بصوت الراب. فكره حلوه سورتو اللي الراب توا اكثر نوعيه نتاع موسيقى ناجحه في تونس. نجم تختار رابور من لي رابور اللي ناجحين توا تعمل معاهم فيت؟ اكيد اكيد برشا هما اكيد. انا ان فيت لا بروميير بروبوزيسيون دو فينوال لي راب جاتني من عند كافون. هي الحقيقه ديجا فما هو دونك كافون ارماسا الكل برشا برشا كلهم احليهم حبهم كلهم بس موسيقى. استنوا ملا مرام بن عزيزه في تجربه جديده نلقاوها ترابي علاش لي مع كافون ولا ارماسا؟ وي بوركوا با. باش نرجع بيك بتويلي شويه مرام في اخر حلقه ليك في اللي بعده شفناك متاثره كيفاش باش تخلي البرنامج وكيفاش باش تخلي قناه الحوار التونسي اللي قلت انها هي دارك. ما تخافش مرام يمكن تندم انك بعدت على الاعلام بعدت على تونس والتونس ينجموا يمكن ينساوك؟ مستحيل ينساوني التونس امبوسيبل. حاجه ما جيتش البارح انا يعني ما ظهرتش البارح مستحيل ينساوني. انا قبل ما نكون فنانه وممثله انا انسانه عندها قلب يعني انسانه يحبوها التونس الكل دونك ونحب التوينتر الكل نحب العباد اللي وقفت لي وحضرت لي في فرحتي وفي مسيرتي وفي كل شيء دونك مستحيل ينساوني ومستحيل ننساهم. ما يسالش اون سوفي غاغ شويه محلاها لا غاغتي ساعات. تولي هكا مطلوبه اكثر يتوحشوك اكثر ويتوحشوا اخبارك اكثر يتوحشوا اخباري بلي يلوجوا عليهم اكثر لان اوكا مي تنكيت ان توكا لي ريزو سوسيو انستغرام ما تنجمش تنسي يعني العباد الكل تبدا تتبع وكل مستحيل دونك دو نو جور اون اي جامي دون لوبلي اي سورتو لي نومبر دابوني نتاعك كل مره قاعد يزيد ما شاء الله وقاعده تعطي في لي كادو مشايخه لي فان نتاعك نحبهم ديما نطيقهم وفي بالك تمرشت بالتاج انا جرت الكادو نتاعك يزي اقسم بالله حبوا يربحوك حبوا يربحوك علاش حبوا يربحوك علاش سلام مبروك هما يسون لا بور موا كيما انا جي لو فير بليزير تو سامبلومون جيم لو فير بليزير ماكش باش تندم مرام اللي بعت على الاعلام لا مستحيل لو يعيطوا لك مره اخرى اليوم هاني في مربيه وتكلموا فيا ما نتوحشوك نتوحشوك مرام عمركم ما تنسوني في مرموز نسيتكم ان شاء الله مرام ما نعرفش حتى وانت في فرنسا لو يجيوك اعمال تونسيه دراما تونسيه فيلم تونسي تنجم تهبط لتونس وتخدم ما زلت على الباب بيان سور مي لا اخي شنو بعضها تونس هي على فرنسا دوز اور دو تون يعني دوز اور دو فوال اكيد حتى ما يمنعني في اي بلاد راهو مش كان تونس حتى في الاونازي كان ولا في الهند طياره ودي حتى ما يمنع الممثل بيان سور حتى ما يمنع الممثل انه باش ما باش يرفض ولا باش ما يجيش يعني لا في كونتينيو ونخدموا في اي بلاد احنا كيما كنت في تونس ساعتوا لي عمل البرا هاو الاردن هاو مصر هاو مصر ما مشيتش صورت لي وقتها سوريا دونك مشيت دونك كيما انا في بلاد اخرى كيما تعيط لي بلادي سامبلومون يا اميمه دونك توا المخرجين يسمعوا فيك هكا مرام زاد حال الباب يعني ماهيش رافضه انها تكون موجوده في اعمال تونسيه ما فما برشا ممثلين يقول لك انا كي سافرت ما عادش يكلموا فيا خلوني ما عادش نحب نمثل اي بون لي جامي دي سا انا الحقيقه قلت انا باش نبدل من البلاد بكا دونك باش نمشي للبلاد اللي لقيت فيها راحتي ولقيت فيها فريمون راحتي دونك دونك ما هذا ما يمنعش اللي انا ما نكملش نصور كل ساعه في تونس ولا في اي بلاد بربيشه صغيره مرام انت توا في فرنسا ونعرفوا اللي انت عشت مع زوجك السابق في فرنسا ما تخافش حير لك هكا شويه ذكريات يمكن تحب تنساهم؟ فرنسا ما عرفتش بزوجي اللي قعدت معاها شهر عام في فرنسا هنا انا عائلتي كلها في فرنسا اولا عائله امي كلها في فرنسا حياتي كلها عديتها في فرنسا مش بزيا كنت لا بروف كي كنت عندي مغامرات لا بوتيك نتاعي كنت حوايجي ما يجوك من فرنسا اللي انا نجيبهم كل جمعه طالعه بالعكس ما عندي حتى مواجهه رسميا مريم بن عزيزه مطلقه؟ لا malheureusement pas encore ما زلت ماكش مطلقه لا في فرنسا ولا في تونس خاطر قالوا في فرنسا ما في فرنسا سي با فري كلو كتبت انا طلعت بثما باش نشوف ليتا سيفيل نتاعي ليتا سيفيل الى يومنا هذا ما زلت ما عرفتها في فرنسا وفي تونس وشنو اللي عطلها؟ عندي خاطر انا كنت طالبه طريق بالضرر كي قالوا لي يعني نصحوني قالوا لي راهو طريق بالضرر يا جماعه نقعد لك العامين الثلاثه علاش تمشي شبابك حرام هكيك وكل شيء بدلت طريق انشا يعني دونك ولا تسرع في لي بروسيدور
بشن شاء الله مريم اللي جاي يكون احسن واللي جاي يكون خير ان شاء الله تكون بدايه جديده ليك ولحياتك العمليه ولا الشخصيه الحقيقه انا جوسي اوبتيميست ديما نضحك من برا ومن الداخل دونك جو سي لي جيني ما خير الحمد لله ديجا راني نعيش هنا لي جيني دونك الحمد لله يا رب ان شاء الله في الدنيا هذيا كل واحد ربي يعطيها لقد قلب ان شاء الله هذا اللي نتمناه ليك ولكل الناس اللي تسمع فينا ميرسي بوكو اللي عطيتني من وقتك نبوسهم الكل نبوسهم ملسوسه وسنينه ونبوسك انت يا امامه ونبوسك الناس الكل تاع يا فهم بون خافاي بون كوراج اي اتري بيانتو ان شاء الله الجمعه الجايه نبدا بحذيكم اي جا مرحبا مرحبا ملا نستناك بحذايا ان شاء الله ان شاء الله نكمل روح الدار غدوه ان شاء الله نرتاح شويه ومن بعد نجي تون قدرة ربي ان شاء الله ربي يجيبك سالمه ميرسي بوكو مريم بن عزيزه بوسه كبيره عايشك ميرسي بوكو دونك كانت هذه مريم بن عزيزه مباشره من فرنسا بعد شويه باش تكون ضيفتنا الفنانه التونسيه مريم نوردين اللي رجعت لنا بالجديد نسمعوا بعد الفاصل القصبه